انا يا دوب نشرت السيرفر واستنيت شويه، لقيت ان في عدد كبير جدا دخل السيرفر، يجي حوالي 60 شخص وكلهم اعضاء حقيقيين. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا لكم فيديو جديد النهارده، هنشرح اقوى بوت ينشر سيرفرك ويجيب لك اعضاء، اللي هو انت ممكن تجيب 1000 عضو في فتره صغيره جدا، وهو بوت شير بوت. اول حاجه يعني هو ده البوت وموثق، يعني ما فيش منه خوف ولا بتاع. دي هنا قائمه الهلب، بتكتب سلاش هلب والرساله دي بتطلع لك. هنا انت ممكن تختار انت عايز ايه في الهلب. اول حاجه انت لازم تختار ديسكريبشن لسيرفرك، اللي هو عشان يشد الناس. طبعا هو هنا مديك رساله لو انت يعني ما عندكش افكار ان انت تكتب، بس هو انت هتشرح السيرفر بتاعك بيعمل ايه. تمام، انت كده عملت ديسكريبشن. تاني حاجه لازم يبقى عندك روم كده، سميها اي اسم عادي مش مهم، انا هسميها سيرفرز. طبعا الروم دي تبقى باينه لكل الناس، ظاهره لكل الناس، ما ينفعش تخفيها الا لو انت برايم، وانا هتكلم على برايم لسه قدام شويه. تمام، هتكتب هنا سلاش شانل وسيرفر، تالت واخر خطوه هي سلاش شير، وبكده يكون سيرفرك اتشير في 2400 سيرفر، ولسه ما بيزيدوا كمان اكتر. اول حاجه في مميزات البرايم ان انت هيكون عندك الرساله بتاعه النشر دي امبيد، وهيكون ليها لون كده مميز، بانر اللي هو صوره للسيرفر بتاعك في رساله النشر. تاني حاجه ان انت بدل ما تنشر بعد ساعتين، هتنشر بعد ساعه واحده بس. تالت حاجه ان مفيش كوينات هتتسحب منك لما تيجي تشير سيرفرك. رابع حاجه ان انت ممكن تخفي اللي هي الشانل اللي احنا عملناها دي، ممكن ما حدش. الميزه اللي بعدها ان انت ممكن تستخدم سلاش يوزر وسلاش كوين في سيرفرك نفسه، بدل ما تستخدمها في سيرفر البوت نفسه. طبعا عندنا البرايم شهر ب 750 شير بوت كوين، 3 شهور ب 2250، السنة 9000. لو انت يعني معكش كوينات شير بوت او مكسل، عندك كريدت روبوت، وعندك برضو فودافون كاش. تمام، لو انت عايز تشتري برايم ممكن تتواصل مع داما، يا اما عندك امر ان انت تستخدمه هو سلاش برايم سبسكرايب. هدوس كليك يمين على سيرفرك وكوبي سيرفر اي دي ونكتبه هنا. طبعا انا معايا برايم في سيرفر، عايز انقله لبرايم تاني، فهعمل سلاش برايم موف، حاطط الاي دي بتاع السيرفر الجديد. يبص كده سلاش بريفيو، ده شكل الرساله بعد ما انا جبت البرايم. من الامر ده انت عشان تغير البانر اللي موجوده دي بدل الطبيعيه دي، تحط الصوره اللي انت عايزها. ده هنا عشان تغير اللون اللي موجود على الجنب ده. عندك ميزه بقى هي واللي هي الفيلد، انت ممكن تحط الممبرز كده، بص حط لك عدد الممبرز اللي موجودين في السيرفر، او بدل ما هي كده ديسكريبشن بس حط لك الممبرز. وعندك حاجات تانية زي البوست واللي هو السيرفر اتعمل امتى. لو انت عايز تشتري برايم بفلوس شيربوت، هتكتب سلاش ديلي، بس انا طبعا عشان واخدها امبارح محتاج ان انا استنى 6 ساعات وشويه كده، بس هو هيديك من 5 كوين ل50 كوين. لو انت عايز فلوس زياده، انت محتاج تخش على الموقع بتاع البوت وتعمل بوت لشيربوت، عشان ولو انت عايز تغير لغه البوت عشان ما تفهمش انجلش مثلا، يعني هتكتب الامر ده، وعندك عربي وانجليزي وتركي وبس. انا كنت وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه عشان الجديد، وهتلاقي لينك السيرفر ده موجود تحت في الديسكريبشن. بس ومع السلامه.